عدا البلدي. عدا البلدي. في عدا فرنجي، خدت بالك اللي هي بتاعت الستاير والحاجات دي، في فرنجي. اللي احنا شغالين فيه العدا البلدي. اللي هي بتاعت الجلاليب البلدي والعباية البلدي بتاعت الفلاحين والصعايدة. الحرفة دي من أيام من قبل الملك فاروق نفسه كمان، دي اللي دخل الحرفه دي الحمله الفرنسيه. وبعدين الصنعه دي مش موجوده غير في القاهره، مش موجوده في المحافظات. ليه؟ وتجاره الجمله بتاعتها موجوده في قلب ايه؟ في قلب القاهره. احنا عندنا الفلاح او الصعيدي، خد بالك انت، بعد ده بيحصل المحصول اهم حاجه عنده ان هو يروح يجيب الهدف يتكسر، يعني حصاد القمح، حصاد القطن، حصاد البتاع في السجن الروابط بتاعنا، والاعياد والكلام ده، والاعياد والكلام ده كله. وبعدين مش رخيص، اغلى من البدله. الشغل عباره عن ايطان وحاجه اسمها تحرير. التحرير ده فتله رفيعه، خدت بالك، مبرومه، بتكمل بتكمل الجزء بتاع الايه؟ بتاع الايطان. وفي شريط زي يد الشلطه والحاجه، هو في الحليه، الحليه الداخليه. الشريط ده برضه كان بيشتغل نول يدوي، بيبقى عباره عن ايه؟ رصاص. النول اليدوي اللي هو النول اليدوي. طبعا تطورت ومشيت بطريقه مع تطور الزمن، هي نفس التكنيك بس ايه؟ مع التغير. الاول كان بيدور المكن دوت التيران زي الساقيه اللي هي بتديك القوه الايه؟ القوه المحركه. بعد كده دخلت مكن الكهرباء اللي هي زي الديزل والحاجات دي. وبعد كده وصل للكهرباء. الشغل كان بيجي مثلا فتله رفيعه وعايزه ايه؟ تخانه معينه، فكانت بتتعمل في قلب الايه؟ في قلب الدراسه فوق في الجبل او في منطقه ناصر. كانوا بيجمعوا الفتل وبيبقى في جلاب يدوي يدوروه يقوم يعمل الايه؟ يجمع الفتله ويبرمها. بعد كده دلوقتي بقى في مكن فتلات وبرامات. الفتلات للفتله الرفيعه، البرامات للفتله الايه؟ الفتله التخينه. وبعد كده بقى ايه؟ في الصباغه. الصباغه عندنا مثلا كانت كلها بالطريقه البلدي. الحرير الطبيعي كان بيتصبغ بصبغه اسمها الانديبو. الانديبو دوت اللي هو زي الاساس بتاعها اللي هو الجنس، زي لون الجنس. لون الجنس ده بيعتبر الاساس. وبعد كده ايه؟ يتكمل عليه الالوان اللي احنا عايزينها. صبغه يتعمل صبغه يعني؟ يتعمل صبغه. قبل ما يتعمل صبغه بيخش على مكنه، خدت بالك، ان هي تجمع الايه؟ تجمع الفتل شلل. وبعدين بعد الشلل يروح للايه؟ للصبغه. وبعد الصبغه يرجع تاني، خدت بالك، للفك علشان يخش المراحل الايه؟ المراحل التانيه. الايطان ما احنا بنستخدمه في الجلابيه او في العبايه. وبيستخدم دلوقتي كرسومات، خدت بالك انت، على الايه؟ على العبايه او الحاجات اللي هي الافرنجي اللي هي الحريم او الجلابيه. تطريز يعني، زي تطريز، كانه تطريز. اول حاجه في الحرفه اللي هي الخامه البيضاء، اللي هي دي ده بلاستيك؟ لا، حرير صناعي، ملوش علاقه بالحرير الطبيعي. هو العاده، خدت بالك، بتستخدم مادتين، بتستخدم الحرير الطبيعي وبتستخدم الحرير الصناعي. بنجيبه منين الحرير الطبيعي؟ بيجي عندنا من الصين، بيجي عندنا مثلا من روسيا. وكان في موجود عندنا حرير بلدي حرير بلدي ده كان بيستخدمه المنوفيه. المنوفيه في الحرير دوت اصلا بيطلع من الايه؟ الدود. الدود دوت بيجي عباره عن ايه؟ عن علب. والعلب دي بيجي في الموسم بتاعها تبتدي تسقط، فكانت بتاكل الورق بتاع التوت. وبعد دوره معينه بتبتدي تسقط، تعمل سرناء. السرناء دي عباره عن انها سرناء بقر من الاول للاخر، بيفكوها. فبيحطوا بقى ايه؟
15 20 30 حسب الفتله اللي احنا ايه عايزينها. واستخدمت كمان الحرير الطبيعي دوت استخدم في الايه في السجاد. السجاد ده طبعا كله تصدير، بيروح المانيا وبيروح انجلترا وبيروح امريكا. احنا كان في عندنا شركه مصر للحرير الصناعي بتاعت الدوار. الشركه دي قفلت من حوالي 5 سنين او 6 سنين. فدلوقتي احنا بنستخدمه، بنجيبه من اثنين، بنجيبه يا اما من الهند يا اما من الصين يا اما بنجيب بواقي من دول ايه من دول اوروبا. معتمدين على نفسكم ولا في عائقه بتجيبوا؟ لا احنا في ناس مستوردين بنتعامل معاها. بنتعامل معاها هم اللي بيجوا هم اللي بيستوردوه واحنا بناخد منهم. اصلا بيجي خام، بيجي اللون الخام بتاعه وبعد كده احنا بنلونه بالالوان اللي احنا بنصبغه. بس اخيرا رجع التطور الجديد بقى يجي مصبغ جاهز. اماكن البيع في المسكي. المسكي هو دي اللي دي تجاره الجمله. الاول تجميع. تجميع. بعد التجميع بيخش مرحله ثانيه اسمها زاويه. زاوية. زاوية ده يعني ايه؟ بيبرم الفتلة على بعضها عشان تبقى فتلة ايه متماسكة. بعد ما تبقى فتلة متماسكة تخش على مكنة اسمها ايه ترباسة. الترباسة دي بتعملها سلة. السلة دي عشان تروح المسبغة. السباغة الحديثة ممكن تشتغل على كونة زي ما هي بتخش المسبغة وتطلع زي ما هي. لكن احنا بالنسبة لنا البران بلدي وعلى الطريقة القديمة السباغة بيبقى سلة والسلة بتنزل في ايه السلة. دي الباسه اللي هي بتعمل بتجمع الفتله دي اول مرحله. بنجمع حسب ما احنا عايزين فتله 2 3 حسب التخانه اللي احنا عايزينها. اسمها التجميع. دي بنجمع سواء كان لون او كان خام. ده لون الخام. ده لون ملون جاهز. يعني دوت اللون ملون جاهز كان بيجي بفتله بتخش على السرباسه اللي احنا صورناها الاول، وبعد ما يجي من السرباسه يتعمل ايه؟ يتعمل كون زي كده بتبقى فتله واحده، وبعد كده نجمع. بعد ما يطلع من هنا يخش على المكنه دي. المكنه دي اسمها ايه؟ كتاله. كتاله. المكنه دي اسمها كتاله. الكتاله دي ان هو بعد ما بيتجمع بعد ما جمعه هنا بيبرم بيديله برمه. البرمه هي بتدمج الفتل مع بعضها عشان تبقى قطعه واحده. تبقى متناسكه ومتماسكه. دي بتدور. فلما بتدور الفتله ايه بتبرم. ممكن تاخد برمين. برم يمين وبرم شمال. برمه اولانيه يمين وشمال عشان تبان التخريجه في الايه؟ في الفتله نفسها. انت لما تمسك الفتله هتلاقي الفتله ايه؟ مبرومه باينه. في مكنه عشراوي. دي بيسموها عشراوي. الشغل كله كده وبيجذب بقلب بعضه. ودي بصره في السكه بتاعته، في منها يمين وفي منها شمال. يعني دوت ايه؟ ده شمال وده يمين. تيجي تدور اليمين بيخش لوحده والشمال بيخش لوحده. هو عامل ايه؟ بيدمج الفتله مع بعضها. يطلع هنا في النهايه. بص الشفلاء فيها حزين. فيها حزين. واحد مفتوح والثاني مقفول. المقفول دوت عشان خاطر ده بيشتغل يدوي. ده الشريك الداخلي. ايوه الحلو. ده اللي بيبقى الداخلي، ده الشريك. ده اساسا كان بيتعمل يدوي. وبعدين برضه بنعمل الشريط الثاني اللي هو بتاع الايه؟ بتاع العبايه اللي بتيجي من السعوديه، العبايه الجاهزه. وبنقدر نتحكم في الالوان وبيتعمل منها قصب اللي هو بيبقى عامل زي الذهب اللي هو الذهبي او بيبقى الفضي. النقشه دي احنا هنا بنتحكم فيها حسب المطلوب مننا. في عندنا المكن اللي هو النقش ده كله. كل ممكن حضرتك تغير شكل معين زي على حسب ما العميل يقول ولا حسب الرسمه؟ حسب الرسمه اللي هي جايه لنا. زي النسيج بالظبط. كل واحد كل قماشه وليها غرزه ليها شكل. دي اسمها برامه. ايوه دي دي البرامه دي اللي هي زي المكنه اللي كانت موجوده تحت. نفس اللي موجوده تحت.
ولكن دي للتخايم الثانيه اللي تحت للرفوع. اللي ورا دوت يعني عباره عن ايه؟ شباك. خدت بالك انت يتحط عليه الشغل. يعني الشغل مثلا بيتحط بالشكل دوت. بص انت هنا تعالى كده. بيطلع خدت بالك ايه لحد ما يوصل لهنا. يخش هنا على المكنه دي يتجمع هنا في البقر. هنا دي تجميع. بيتجمع هنا. بيخش من هنا على طول. وفي حاجات خدت بالك بقى بتتعمل على اثنين على ثلاثه ما ينفعش ان هي تتحط هنا. فبيتجر كده وبيتشد. يعني هي دي وظيفه ده هي وظيفه الاناث. ولكن ده ليه حاجه وده ايه؟ وده ليه حاجه. الاول بتيجي كده بعد كده تروح تسيبر. بعد ما تسيبر ترجع تتفك خدت بالك تتعمل ايه؟ تخش على المكنه تتعمل بكر. تتعمل بعد صبغتها. بعد ما تعمل بكره تخش هنا بقى تتجمع. تتسدى وتتجمع. على بكر كبير. بعد كده بيخش في المشت اللي هو بتاع النول. وبعد كده ده اسمه الليس بتاع النول برضك يخش يعني في عباره عن نول مصغر بالنول السجاد. نول مصغر بالنسبه لشغلة السجاد القماش عامه. وبعد كده بيخش وبيخش للعامل بالحاجه بتاعته اللي هي المسبوغ. ويطلع بقى معاك الاشكال اللي هي ممكن اوريها لك. اشكال الشريط بس. شرايط بس كده. شرايط كده بس. شريط كده بس. بس طبعا كل شريط ليه لضم معين. يعني حجم معين و كل شريط ليه رسم معين على النوم. لضم معين في الليس والشغل اللي انت شفته. بعد كده بقى يخش مرحلة ثانية يكمل بقى كمالة. كمالة بقى اللي هي الرباط والتشبيك والحاجات دي كلها. زي برضك ده بيخش برضك مرحلة ثانية بيتشبك العقد وبياخد الشكل النهائي بتاعه. في أشكال برضك زي كده برضك شكل نهائي ليه برضك حاجات زي كده. دي الفرنشات مش كده اسمها؟ دي لا دي اللي هي فرد الرباط اللي هي بتجمع الستاره. دي بتجمع لك الستاره بعد طبعا ما تبقى انت بقى اللي بتعمله بتعمل الفتله مش كده بتاعتها؟ دي بتاخد انت بتاخد دي كام حاجه كده في الحيطه كابولي وبياخد دي يجمع الستاره كلها وتتلمي بيها كده. ودي تفضل على القماش باينه قدام. ده الطيار اللي هو بيركب عليه دي الشله اللي هو بيعمل بقر. اللي هو بيركب على الشله وبتنزل تاخد وضعها على اللي هو بيعمل بكرات. بتشغل البكره بتنزل بتمشي معاك كده. تمام. الطيار بيكمل معاك. تمام. بيشتغل. هي كل المهنه بتاعتنا مرتبطه بالمنكد بتاع الصفر. المنجد وبتاع الستاير. المنجد في زبون ممكن يقول انا عايز النسبه دي مثلا في القماشه 20% 50% وده اكتر حسب دي الارضيه الطقم اللي عنده. مثلا يعني مثلا قماشه زي كده مثلا انت مثلا الاغلبيه بتاعتها اللي هي الارضيه البيش. انت بتاسس على البيش. بتيجي مثلا في الضفيره اللي هي موجوده على الشريط فبتحط فتله من النحاسي. لو التطعيم اللي باين معاك الرمادي ده باين يبان خفيف في المرايات بتاع يعني حاجات طفيفه كده تبان. بس المهم يبان الايه الشوات التشجيره اللي باينه معاك في الحاجه. هي بتغير كل حاجه ولها دي دواسه. شغل بيخش من وسط اللحمه من هنا بيخش من هنا عشان يتجمع ده بتنزل عليه وبتدق. يا زي كبسكوت. دي بقى بتسحب. طب ودي ايه دي؟ تقلات دي؟ دي تقلات ولا حاجه؟ دي مسامير. طب ايه وظيفتها؟ بتعمل الشكل. هي بترفع عشان تختم بقى عشان الفتل ما تسيبش. دي بتحط الفتله من جوه. ودي بتختم عليها. دي بتختم عليها. دي بتختم بقى وبتحطها كده.